أكد سعادة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة أكد أن مسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله وجهوده النبيلة لإرساء قيم التعايش السلمي واحترام الآخر على المستوى العالمي تمثل دليلا واضحا على المكانة الرائدة للبحرين كمملكة وشعب توارثوا المحبة والسلام كأسس داعمة للاستقرار الأممي بين مختلف الأعراق والشعوب والأديان. جاء ذلك لدى مشاركة سعادته في افتتاح المبنى الجديد لكنيسة سانت بيترس بالسلمانية بحضور السيدة بيتسي ماثيسون النائب الثاني للرئيس رئيسة جمعية هذه هي البحرين وقدسة الحبر الأعظم موران مور أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بأنطاكيا وسائر المشرق ومن معه من كبار رجال الدين من الطائفة. وقدم البابا في بداية الاحتفال شكره لجلالة الملك المفدى على سياسته النيرة بجعل المملكة واحة للتعايش الديني والتسامح بين أصحاب الأديان والمذاهب المختلفة يقصدها الجميع لشعورهم بالأمن والأمان في ربوع بلد التسامح والتعايش السلمي. كما أشاد بما شهده شخصيا خلال زيارته للمملكة بروح المحبة السائدة بين أطياف المجتمع وما تحظى به من تاريخ عريق في هذا المجال. بالتأكيد الحرية الموجودة الموفرة لأصحاب الديانات كلها من ضمنهم طبعا المسيحيين هي دليل على روح التسامح الموجودة في البحرين من قبل جلالة الملك العائلة المالكة من قبل الحكومة والشعب البحريني، لأنه لو الشعب ما منفتح أيضا راح يكون صعب جدا وجود كنائس ودور عبادة أخرى للأديان الأخرى أيضا. فبالتالي افتتاح كنيسة جديدة اللي أعيد بنائها بالنسبة لنا هي خطوة كبيرة في ترسيخ رؤية جلالة الملك للانفتاح وللتعايش السلمي، تحقيق أيضا لرؤية جلالته في تأسيس مركز عالمي للتعايش السلمي اللي عم يقوم في جلالة الملك، ورؤيته هي انفستمنت بمستقبل البشرية، وإن شاء الله يكون في كل الدول هالرؤية وهالروح الطيبة وهالعيش المشترك. البحرين هي فلتة الطبيعة، فيها الجامع جنب الكنيسة جنب المعبد جنب المأتم، والكل عايش بروح المحبة والأخوة اللي يعني نادرا ما هنلاقيها في أي مكان أو أي مكان في العالم يعني. فنتمنى أن الروح الطيبة دي تسود في كل مكان.